دراسات إحصائية لأحد الشركات الأمنية في الشرق الأوسط تشير أن قيام مجموعة قراصنة بتعقب وقرصنة 500 هدف في العالم، 44% من هذه يعني القرصنة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك طبعا بسبب الاحتقان السياسي في دول المنطقة والحروب القائمة وتكاثر المنظمات الإرهابية المسلحة ودعم الآلية الإعلامية المتطرفة. وهذه الأسباب يعني كل هذه الأسباب تنذر بحروب إلكترونية شاملة وتعتمد بالأساس على التقدم والتسارع في التكنولوجيا والإنترنت وعلومه، ولذلك لم تصبح الحروب الآن حروب يعني سلاح جو وطيران وبحرية وبرية إلى آخره، فأصبحت الآن الحروب حروب إلكترونية، ودخل فيها أيضا الذكاء الاصطناعي وهو يعني ذو حدين لما يدمج مع السايبر سيكوريتي. فيعني مثل ما يكون هناك ادفانتجز في استخدام الارتفيشال انتليجنس، ايضا الهاكرز بعد عندهم نفس الطموح باستخدام الذكاء الاصطناعي في طريقه استخدامهم يعني تتبع وتحليل الضحيه خلينا نقول او المستهدف.